جون 19 بيبر 1 فارينت 1 والسؤال ال 34 يا جماعه. السؤال عن الناس الحلوه الجميله اللي فاهمه البوتنشال البوتنشوميتر او البوتنشال ديفايدر. بيقول لي a lamp is to be connected in a circuit so that the potential difference across it can be varied. بص يا جماعه، ادي لمبه ادي لمبه ادي لمبه ادي لمبه، خلاص في واحده من الاربعه دول الفولتج بتاعتها اقدر اغيره بسهوله، مين هي يا ترى؟ بصوا يا جماعه انا بفكركم يا جماعه بس بالسيركت دي. لما كان يا جماعه ده فاريبل ريزيستور اهو، خلاص، والفولت ميتر يا جماعه واصل بالسلايدنج كونتاكت والطرف ده. وما تنسوش يا جماعه احنا قلنا دايما الفولت ميتر بيقرا اللي في حضنه بس. فبالتالي يا جماعه طبعا انتوا لازم تكونوا عارفين ان ده كويل، ما هو ده فاريبل ريزيستور يا جماعه. الحقيقه يا جماعه الفولت ميتر ده هيقرا الفولتج بتاع الكام لفه دول بس، دول لا دول براه، خلاص. فلو افترضنا يا جماعه ان الـ 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 البطاريه دي 6 فولت، فالحقيقه الفولت ميتر ده هيقرا 3 فولت بس، هيقرا 3 فولت بس، لان احنا اتفقنا يا جماعه الفولت ميتر بيقرا اللي بين دراعاته اللي بين ايديه فقط، يعني الفولت ميتر ما يعرفش حاجه عندي، خلاص. حتى بدليل ان لو حركنا يا جماعه، شايفين السلايدنج كونتاكت ده، لو احنا حركناه بهذا الشكل هتلاقي قرايه الفولت ميتر بقت 4.5. ليه؟ شايفين المسافه دي والمسافه دي، لو خدناها نسبه وتناسب هتلاقي ان دي 1.5 فولت ودي 4.5 فولتس. اذا اللينث ده يتناسب مع الفولتج اللي هيتقرا هنا، خلاص. لو حابب ان الفولت ميتر ده يقرا 6 فولت كلهم يا جماعه، بنجيب السلايدنج كونتاكت للاخر فهيقرا ال 6 فولت كلهم، باعتبار طبعا ان ده يعني الفاريبل ريزيستور كده واخد ال 6 فولت كلهم، وهكذا يا جماعه. اذا يا جماعه بتحريك السلايدنج كونتاكت ده انا اقدر اتحكم في الفولتج اللي على الفولت ميتر. على فكره انا ممكن اشيل الفولت ميتر واحط مكانه لمبه، خلاص هتأدي نفس دور، بس طبعا اللمبه مش هتديك قرايه، اللمبه هتنور اكتر او تنور اقل. اذا يا جماعه ببساطه اقدر اقول الحاجه الوحيده اللي هتقدر تغير بيها فولتج اللمبه هي السيركت دي. واقعد بقى العب بالسلايدنج كونتاكت زي ما انت عايز، حركها هنا حركها هنا حركها هنا وانت ماشي، تمام. فدي يا جماعه حته في البوتنشال ديفايدر او بوتنشوميتر، تمام، موجوده في درس الالكتريك سيركتس.